ده بيتك وده المطبخ، هتلاقي لؤي مجهز لك فيه كل حاجه، مش هتلاقي حاجه ناقصه. جوه هنا اوضتك بتكييف، وهنا الحمام، وده المفتاح. شكر شكر جدا. شكر على ايه بس؟ ده انا اللي محتاج لك، انا المفروض اشكرك. انت عارف ايه اوحش حاجه في الغربه يا ادم؟ عارف انك دايما بتحس انك غريب، لا الوقت ولا الناس ولا حتى الفلوس بتقدر تنسيك الاحساس ده. عمرك ما بتبقى مطمن، دايما خايف وضعيف، لانك عمرك ما بتصدق انك انت من هناك. دايما هتفضل شايفه هناك مش هنا. مش انت برضو بتحس بكده؟ بالظبط، عندك حق. طيب انا ماشي. لا تمشي، تروح فين؟ اقعد معايا شويه. هسيبك تريح. لا اريح ايه يا عم، اقعد معايا شويه نشرب حاجه كده وتحكي لي عن موضوع الشغل اللي انت جايبه لي ده. هنقعد وهنحكي، بس انت لسه راجع من السفر، ريح وخد لك دوش، بعدين انا قريب منك. سلام. آدم، شكرا.